متابعين الكرام. عايز تشتري ايه؟ سيارة طيب. لا جايب لكم طيب. التحفة دي ما شاء الله تبارك الرحمن، مازدا سي اكس 3 10500 يا جماعة، الله يبارك ان شاء الله. السيارة طبعا جير عادي، ماكينة صغيرة طبعا، واليارس طبعا يعني غنية عن التعريف اليارس. هذه الماكينة مرة تانية 056 026 020. السيارة موديل 2020 ماشية 90,000 يا جماعة ماشية. ادي متابعين الكرام السيارة متبهدلة شوية طبعا، ولكن سعرها عليها 17,000. الماكينة 1600 متابعين الكرام، احبابي في الله، النهارده من حراج مدينه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ومعايا اخونا العسل ده اكرم. اي حد عايز يسال عن سياره واسعار السياره وعايز يشتري السياره بكل امانه، اخويا اكرم ده والله يشهد الله ان هو راجل امين. ما يحتاج، مش والله. عشان شيء، لكن في الحراج فعلا انت محتاج رجل امين، رجل امين. وهنسيب رقم جواله، يا ريت تقول رقم جوالك. اديك مره ثانيه. مره ثانيه. 056 026 020 054 5 4506. اي حد او اي استفسار في حراج مدينه الحبيب بالنسبه للسيارات يتصل على اخونا اكرم، ان شاء الله هيفيده. خليكم معانا ان شاء الله، هناخد النهارده جوله في حراج السيارات بتاريخ 10/8/2023. خليكم معايا ما تروحش بعيد، واللي ما اشتركش يا ريت يشترك في القناه. وقبل كل شيء ابتسم في ابويك محمد، شايف الراجل المبتسم ده اهو، اهو مبتسم اهو. شوف اي حد في مدينه الحبيب والله مبتسم. اللهم لك الحمد. تجي الحراج ليه؟ انا اشتري سياره. عايز تشتري ايه؟ سياره طيبه. سياره طيبه. نعم. ناوي على ايه يعني؟ اللهم صل على صني. صني سياره صغيره. نعم. ليه حبيت الصني طيب؟ سياره صراحه استهلاكيه طيبه. عشان تعرفوا يا جماعه ليه فيه ارتفاع في الاسعار، عشان كله بيدور على الماكينه الصغيره دلوقتي. حبيبي ربنا ينولك ما تتمنى ان شاء الله. شكرا لك. واهل المدينه كلهم مبتسمين كده قسما بالله، ودايما ابتسم في نبيكم محمد. ما تنساش لايك وشير، وتعالى بينا على الفيديو. هذه متابعين الكرام اول سياره معانا، هذه كرولا 2008. كرولا 2008 مجدده ومفحوصه. مجدد مفحوصه يا جماعه، اوتوماتيك. كرولا 2008، هنشوف السياره من الداخل ما شاء الله. ماشيه كم؟ 500. ماشيه 553. عليها 17500 يا جماعه. سعر السياره 17500. متابعين الكرام صلوا وسلموا على الحبيب من حراج مدينه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بتاريخ 10/8/2023. هذه متابعين الكرام، بسم الله ما شاء الله، ما فيش ستيب. طب ليه طيب؟ السيارة صاحبها ما جابوش، لكن السيارة ماكينة كيس واصفر. ادي متابعين الكرام السيارة متبهدلة شوية طبعا، ولكن سعرها عليها 17,000. الماكينة 1600؟ الماكينة 1600. الماكينة 1600. ادي احبابي في الله، دي أول سيارة معانا النهاردة، والكورولا طبعا من السيارات المرغوبة جدا جدا ما شاء الله. اتسامت دي يا جماعه بسم الله ب 17,000. ثاني سياره معانا يا جماعه الانترا 2015. هنشوف السياره من الداخل. ادي السياره من الداخل احبابي في الله، بسم الله ما شاء الله، ماشي 264,000. اوتوماتيك طبعا. الانترا 2015 واصله 26,000. متابعين الكرام احبابي في الله، جايب لكم التحفه دي ما شاء الله تبارك الرحمن، مازدا سي اكس 3 حاجه كده بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن 2020 جنوط ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين الجمال السياره دي فعليا ما شاء الله 1600 سي سي.
حاجة كده. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. السيارة طبعا شايفين المداخل يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. السيارة من الداخل هي فيها حكة طبعا في الجنب دي. السيارة موديل 2020 ماشية 90,000 يا جماعة، ماشية 90,000. رقم الجوال 0533-021-666. السيارة بتتميز ان هي ما شاء الله تبارك الرحمن شكلها شكل سبور بالظبط، دمها خفيف السيارة دي صراحة يعني. بسم الله ما شاء الله. هذه السيارة احبابي في الله، بسم الله. ما شاء الله. طبعا السيارة زي ما قلت لكم ماشية 90,000، سعرها 50,000 ريال. موديل 2020 يا جماعة، ماشية 90,000 بس. صلوا وسلموا على الحبيب. بينا على السيارة التانية. ثالث سيارة معانا النهاردة. يارس 2008 يارس 2007 بسم الله. جير عادي يا جماعه، والله نظيف. جير عادي، وانتوا سامعين كمان صاحب السياره بيقول والله نظيفه. جير عادي 2007 ماشيه 300 ماشيه 300 وعليها. السياره طبعا فيها 9500. السياره طبعا فيها بعض ال انا ما رشيتها. وطبعا يا جماعه دي اطمنوا جدا ان صاحب السياره مش رشها او عمل تجميل فيها، دي خدها وانت مطمن. بسم الله ما شاء الله. هذه السياره من الداخل، وهنحاول ناخد فحص جديد. رقم الجوال 0533-557-557-4541. السوم وصل فيها 10,500 يا جماعة، الله يبارك إن شاء الله. السيارة طبعا جير عادي، ماكينة صغيرة طبعا، واليارس طبعا يعني غنية عن التعريف. اليارس هذه الماكينة طبعا أنا بطمن لأي حد مش غاسل ماكينته أو مش راشش رشات تجميلية. ليه؟ لأن ده بيبيع بأمانة ما شاء الله. وادي 2008 يارس كمان 2008 اوتوماتيك. يارس 2008 هيفتح لنا السيارة اهوت. يارس 2008 السيارة من الداخل ما شاء الله حبيبي في الله. ماشية كم؟ السيارة ماشية 200 وعليها. ماشية 200 وعليها ما شاء الله. اوتوماتيك طبعا يا جماعة. بسم الله. هذه السيارة يا جماعة يارس. اليارس طبعا من السيارات المرغوبة، ماكينة صغيرة طبعا. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. السيارة فيها بعض الخدشات طبعا من بره، جنوط عادية أو كفرات عادية. وهنشوف الماكينة بتاعتها. هذه متابعين الكرام الماكينة مش مغسلة ولا أي شيء. فحص واستمارة سريع. كله جديد. عليها كم ما شاء الله؟ عليها 14500. 14500. شوف هذه 14500. ومعانا الأخ حبيبنا الله يسعدك. رقم جوال 0533-0533-78-4104. هذه متابعين الكرام، ولا زلنا في احراج مدينه الحبيب. افنزه 2015. افنزه 2015 كمان اهيت. افنزه 2015. المرايه طبعا فيها مشكله. اوتوماتيك. بسم الله ما شاء الله. ماشيه كم؟
السيارة ماشية 200 وعليها. ماشية 200 وعليها. بسم الله ما شاء الله. دي طبعا من السيارات العائلية المرغوبة طبعا، ثلاث كراسي. ادي ما شاء الله حبيبي في الله. متابعيني الكرام صلوا وسلموا على الحبيب. بنحاول نقرب لكم كل شيء في السيارة. 15 على 21 سعرها طبعا، انتوا سمعتوا عليها 21000. هذه كيا ريو مفتوح. هنشوف الماكينة برضو من الامام. بسم الله ما شاء الله. 1600 طبعا. 1500 سي سي يا جماعة. ايوه هذه كيا ريو. بسم الله ما شاء الله. ادي متابعين الكرام، هنروح بعد كده لفئة الكيا ريو 2013. طبعا انا بطمن جدا جدا لما بسمع صوت الماكينة. شايفين كده الماكينة 2007 600 كهرباء ملون ملون. فورد ايه؟ فورد فوكس. ارخص سيارة هي يا جماعة في السوق فورد فوكس 2007. 2007 مكنه على الشرط. مكنه على الشرط. جير على الشرط. جير على الشرط. باور. باور. باور سنتر. ما شاء الله تبارك الرحمن. بزاز كهرباء. اتسمت بكام بامانه؟ خمسه يا اخي. 5000 ريال بس يا جماعه. نور الصالون. اكيد نور الصالون. لا ده اقوى من حاجه ولا هذا يا جماعه. السوم وصل فيها 5000 ريال. اوتوماتيك يا جماعه طبعا اوتوماتيك. دي الفرش مش بتاعها مش الاصل. الفرش بس. تمام. موديل 2000؟ 2007 يا جماعه. 2007 احبابي في الله. هذا يا جماعه ارخص سياره في السوق. افتح ال طبعا السيارة متخرشمة خالص. لو رايها مش مخرج نعم مش هيبيعها. كفان هي اوتوماتيك. واربعة سلندر. اربعة سلندر بس يا جماعة. تستطيع في البنزين. وخمس تلاف ريال مش حاجة يا جماعة. اكنك جبت طلي. هذه الماكينات يا جماعة. وكيف تلاقي. دور. بسم الله. هذه متابعين الكرام 5000 ريال. مكيف شغال، كل شيء شغال. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. خليكم معايا متابعين الكرام. هذه متابعين الكرام بيجو 301 جير عادي. جير عادي. السيارة فيها رفرف يمين امامي. فيها الرفرف يسار خلفي. السيارة ماشية كده. السيارة ماشية كده 200. ماشية 200 احبابي في الله. جير عادي. 2000 وكم؟ 2014. 2014 احبابي ومتابعيني في الله. هذه السيارة ما شاء الله تبارك الرحمن. السيارة ما عملش السمكرة اللي فيها طبعا. دي متعدلة على البارد. الفين واربعتاشر يا جماعة. افتح الكابوت كده. جديدة. بسم الله. هذه متابعين الكرام 1600 صح؟ 1600. السوم وصل فيها 9000 ريال يا حبيبي في الله. 1500. السوم وصل فيها 9000 ريال. هذه متابعين الكرام. رقم الجوال 0533 0533 78 78 4104 4104
4 معرض القدس. ابو عيد يا جماعه السيارة دي مع الان بتاريخ 10/8/2023 بيجو 301 متابعين الكرام. صلوا وسلموا على الحبيب من حراج مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. متابعين الكرام احبابي في الله، في نهاية الفيديو يا رب يكون الفيديو عجبكم بإذن الله، ويكون كل واحد بيستفسر عن حاجة يكون لاقيها بإذن الرحمن، وأي استفسار يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، وما تنساش اللايك بتاعك الحلو، وصلي وسلم على الحبيب قبل كل حاجة، أحبكم في الله، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله قريب من مدينة رسول الله.